using nutrients, global carbohydrates بالانواع بتاعتها والفات بالنوعين بتوعها والبروتين بالنوعين بتوعها. نبتدي النهارده في المجموعه الثانيه اللي هي مجموعه النقط انرجي بروديوسنج نيوترينتس اللي هم ثلاث حاجات اللي بيعملوا ريجوليشن للبودي فانكشنز هم الفيتامينز والمينرالز والووتر. طبعا زي ما انتم شايفين دي مجموعه من الفيتامينز والمينرالز هنشوف بقى ايه هم الفيتامينز والمينرالز. Vitamins and minerals and water are nutrients that work with the energy providing nutrients اللي بيشتغلوا في مساعدة البروتين والكربوهيدرات والفات عشان to be sure that the body functions properly يعني عشان يخلوا الجسم يشتغل كويس هما اللي بيعملوا الفاين تيونينج بتاع the body functions بتاعتها. Water is the most vital nutrient because it provides the need. المية هي اللي شايلة كل الحاجات دي بقى يا متشاله في ووتر يا متشاله في فات. في حاجات ووتر سوليبل وحاجات فات سوليبل. فالووتر من ضمن الحاجات اللي هي بيتشال عليها النيوترينتس. Eating a variety of food in the right amounts is usually all that is needed to get daily supply of vitamins and minerals. ده بنرد بيها على الناس اللي هو تلاقي كل واحد جاي لي العياده وجايب لي برطمان قد كده مليان كبسولات بيقول لك اخويا في امريكا بعت لي ده وقال لي خده ده مقويات ده كويس اخده ولا لا. بقت موضه موجوده عند كل الناس انه ياخدوا الفيتامينز دي كانها ملبس على الرغم ان هو بيقول ايه؟ eating a variety of foods in the right amount is usually all that is needed to get daily supply of vitamins and minerals. عشان تاخد الكميه اللي انت محتاجها اكتر من كده يبقى تفاصح يعني هاخد اكتر من احتياجي ليه من الفيتامينز مثلا يعني بالعكس ده في فيتامينز ممكن تعمل توكسيستي يعني في مجموعه من الفيتامينز اللي هم الفات سوليبل فيتامينز لان هم ممكن يتخزنوا في الجسم يعني الووتر سوليبل فيتامينز فيتامين اي وفيتامين بي سوري فيتامين سي وفيتامين بي ما بيتخزنوش انا ممكن اقعد اكل كتير من الفطار مثلا هاخد اللي انا محتاجه من فيتامين سي والباقي هينزل في اليورين ما عنديش مشكله انما لما اجي اخد فيتامين كي او اخد فيتامين اي او اخد فيتامين تي طالع موضه جامده قوي اليومين دول بكميه اكتر من اللي انا محتاجها ده بيتخزن في الجسم وممكن لما يتخزن يوصل لبوينت اوف توكسيستي ولو اعراض بتاعت التوكسيستي هنتكلم فيها المره الجايه بتاعت الفات شوب والفيتامينز هنتكلم في التوكسيستي بتاعت البايتامينز. المهم ان احنا كل اللي محتاجينه ان احنا ناكل وجبه متكامله فيها الفات والبروتين والكربوهيدرات والفيتامينز والمينرالز والووتر عشان نبقى واخدين كل احتياجاتنا ما نحتاجش لاي سبلمنت. دي شكل من اشكال المالتي فيتامينز اللي موجوده في السوق اللي الناس كلها بتستخدمها المالتي فيتامينز. طب قلنا نبص في الورقه اللي موجوده فيها كده لقينا مثلا فيتامين اي طبعا دي انواع الفيتامينز او الكوكب كلها بقى فيتامين اي والسي والدي والاي والكي وبعدين مجموعه البي بي 1 وبي 2 بي 3 وفيتامين بي 6 والفوليك اسيد اللي هو فيتامين بي 9 وفيتامين بي 12 يبقى في كام؟ في 1 2 3 4 5 6 معايا؟ وبعدين الفيتامين والفيتامين اسيد والكالسيوم اللي خلى في المينرالز الكالسيوم والايرون والمغنيسيوم والزنك لو تشوف الكميات يعني فيتامين سي 60 ملي جرام 60 ملي جرام في الكبسوله طب انا لو كانت يعني قص وقال دي اكتر من 60 ملي جرام فيتامين اي 22 ملي جرام لو كان عودين كبير هيدونا فيتامين اي اكتر بكتير يبقى انا زي ما بنقول ان احنا الحاجات دي بدل ما اخدها حاجات ارتفيشال او حاجات سينثيتيك او كيميكالز انا لو انا اكلت وجبه متكامله كل احتياجاتي مش هحتاج ان انا اكل السبلمنتس دي. اول واحده في الثلاثه اللي هم النون انرجي نيوترينتس او البودي ريجوليتنج نيوترينتس اللي هو الفيتامينز. ايه هو الفيتامين؟ عباره عن تيستس حاجه عديمه الطعم اورجانيك كومباوندز ريكوايرد ان سمول اماونتس. الفانكشن بتاعتها ريجوليت الميتابوليزم هيلب تو كونفيرت هو وظيفتها هنا في الموضوع الانرجي ده. احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا بروتين وفات وكربوهيدرات بيولدوا طاقه. الفيتامينز بتساعد في
تحويل هذه الطاقة إلى جزيء اسمه أدينوسين ترايفوسفيت أو أي تي بي. جزيء الأي تي بي ده ممكن يتخزن وكأنه طاقة مخزنة، وقت ما نحتاجها يتكسر الأي تي بي ده إلى أدينوسين وثري أتومز أوف فوسفيت ونطلع كمية كهرباء أو كمية إنرجي للجسم بتاعي. يبقى بتساعد في تحويل الطاقة اللي بتبقى من كربونات والبروتين والفات إلى أدينوسين ترايفوسفيت. اللي بتساعد الفيتامينز طبعا عارفين البروس اند ريفلكشن، قلنا ليهم بروس هرمون والولاد الكوفيتونوس، لكن هنا كفيتامين لا محتاجين بقى بروس، محتاجين فيه فيتامين كي وكالسيوم. من مواصفات الفيتامينز دي برضو ان النقص فيها كان ريزلت ان بوتنشال سيريس كومبليكيشنز، ان انا لو انا قعدت بقى فتره ما اكلش مثلا فيتامين سي خالص حصل لي مرض اسمه مرض اسطنبول او سبيرمي. السبيرمي ده هلاقي ان النساء كلها بتنزل والليبس كلها بتنزل، الشعرات الدمويه بتاعتي بتقعد تفرقع، لان الفيتامين سي مسؤول عن تصنيع الكولاجين اللي بيساعد على حتى البشره نفسها. يعني لو ما اخدتش فيتامين سي كفايه هيحصل الكولاجين اللي موجود في البشره هيقل، فيبتدي يحصل كرمشه في البشره. هيبتدي يحصل الشعرات الدمويه هتحط السبورت اللي هو ماسك الوول بتاعها، هتبتدي تفرقع وتعمل نزيف، وتشوفوا اطفال صغيرين تلاقي شكلهم النص كده مشكوك او نازل ده انجلر ستوماتايتس، عنده فيها كده في برضه معويره وعماله تنزل ده، ده بيبقى عنده نقص فيتامين سي. فاذا الديفيشنسي في هذه الفيتامينز ممكن يؤدي الى كومبليكيشنز. من مواصفاتها برضه ان انا لو رجعت عوضت بقى بالفيتامين دوت هيحصل الاعراض او الكومبليكيشنز اللي حصل دي هتتصلح وهترجع للنورمال تاني. الدكتور زبودي كان بيقول لك بوست فيتامينز ما بيقدرش، انا جسمي ما يقدرش يصنع فيتامين سي، ما يقدرش يصنع، ممكن يصنع شويه فيتامين دي، ده الفيتامين الوحيد اللي ممكن جسمي يصنعه. لكن بقيه الفيتامين معظم الفيتامين ما بتتصنعش، فلازم تتاكل، لازم اخدها في الاكل اون ديلي بيز، يعني لازم كل يوم اكل كميات معينه عشان اخد الديلي ريكوايرمنت. فجينا نسمي الفيتامينز زي ما عملنا كده في الرسام الكامل، قلنا نمشي الالفابيتيك، نمشي هنا A B C D E F G H I J K، وبعدين هنا في النص لقينا ان F G I J طلعوا مش منطبق عليهم المواصفات قوي فعملنا لهم بروبلم بعد كده. فطبعا عندنا الخمسه دول او السته دول اللي هم A B C D E K، دول اللي فاضلين دلوقتي معترف بيهم كفايتس. بس المين لقينا منه سته شبه بعض مع اختلاف صغير وبيعمل وظيفه، ولو شلته يحصل كومبليكيشنز معينه. فبدا من السبيل باسم جديد ترقمناه، قلنا خلاص هو ده بي بي بس بي 1 ده بي بس بي 2 بي 3 بي 6 بي 9 يبقى 1 2 3 بعد 6 9 10 دول اللي هم اللي بيطلع عليهم فيتامين ب مرتب. بيصنعوا عنده شيء قوي مرضى السكر كلهم لازم ياكلوا فور لايف، لان السكر بيعمل التهابات في الاعصاب، والتهابات الاعصاب دي لا يمنع حدوثها الا فيتامين بي كومبلكس اللي هو موجود في البي 6 والبي 12 اللي بنعرف بيرفرال كيوتس. زي ما قلنا الكراتيريا بتاعت الفيتامينز انها ما بتتصنعش في الجسم الكميات اللي هي المرضيه، يعني النقص بتاعها هيؤدي الى سيمبتومز، السيمبتومز هتكتفي مجرد ما راجع اخر الفريق الثاني. هم 12 كومباوندز انطبقت عليهم هذه الكراتيريا، زي ما اتفقنا ان ال 12 كومباوندز دول ستة بي والستة قسمناهم ب 12 اللي هي 8 ووتر سولد، 8 ووتر سولد اللي هم عبارة عن البي الستة بتوع مع السي مع حاجة اسمها بروتين مش مهمة ديت، لكن المهمين عندي اللي هم البيو سي. يعني أنا أعرف البيو سي من 1 ل 12، 1 2 3 6 9 12 دول 6 فيتامين، وفيتامين سي احنا كلنا عارفين انه موجود في البرتقال وبيستخدم في الطماطم والكلام ده.
la parte fondita aveva nel nostro forma il scambio il creativo di Bozema per il Rua o EDIT non che in un'altra cosa è KID è KID è anche EDIT molto diverso è GIC ma non ci spera se non fa sì per il Rua e il Rua dove la parte dove sono detto solo per parte ma gli anni ho avuto solo il parte per anni se non lo una con un pacchetto quale adesso mettiamo il vicino un tempo di cimex da bruciare che è la social fed con quello che abbiamo detto vitamins sono effetti solo con vitamins vitamins di ma fosci in un disco di un blog che non è un cera alla fede allora abbiamo fatto perché stiamo effetti da rete adesso l'effetto quello ma social pensi di nessuno ma era fatto pure l'effetto delle tempo di fare questa perché fa parte di un effetto solo per vitamins della paura se non mai posso il disco qualitemi, resta la deficiency o quando vada che un dia adesso stanno a raffa del consiglio della Gaia sono venuti in parlare di una serie di nuovi effetti solo per le loro persone per il fatto che non ho un po' solo voglio dire un po' se ne sono una gestione di absorption transportation go at them il taxino di exhibition di acqua, quello che diciamo che ha capito non la solo con il flotta, ma la solo con il flotta. Poi le absorzioni di acqua sono le scuole in testi, e per solo con l'acqua di storage, e avere l'acqua di D, l'acqua di D, l'acqua di D, quello che casino vedeva. Il casino vedeva di haga questa, no? Il casino di vana anche, la vana anche io, ma non c'è l'acqua di D, او مين ما كنتش بعد من ايه انا عندي منظور هستخدمه ثلاث مرات بس المنظور ده ومضطر ان انا على عكس الووتر سوليد فايتنس زي ما قلت لكم فايتنس هي لو انا جبت كارت دلوقتي كيلو مقوار هاخد منه الكميه اللي انا محتاجها وده هينزل في اليوم واللي انا هاخده ده اللي انا محتاجه فعلا النهارده ما يتكسرش في اي حته لكن الفات سوليد فايتنس الاي والكي والاي يتخزنوا في الليفر والبي يتخزن في الماسلز فبالتالي عندي مخزون كافي لفتره معينه واول ما يخلص لكن ممكن يدينا ايه؟ ان انا زي ما بنقول برضه لو كان فيتامين دي او كان فيتامين سي باي كميه مش هتعمل لي بروسيسنج لكن الاربعه دول لما يتخزنوا فكل ما ياخد هيخش يتخزن كل ما ياخد لغايه ما ممكن يوصل لينا البوينت اوف ذا سيستم ممكن يحصل تسمم الووتر سولد فايتنس بيمتصوا مع الميه وبيخشوا دايركت على البلاد وكلهم بيمتصوا من سبول الجسم وما بيتخزنوش في الجسم وزياده بنخرج في اليورين ولازم ناخده على الاقل ما فيش مخزون منه فلازم يتاكل دايما اون ديلي بيزس كل يوم بياخد منها والدايركت من الجسم كمان الفاكسور والفايتنس كلها بتكون في الفات